طالما جبت سيرة مختار، احنا معانا مختار دلوقتي. لما بقول له وليد معانا في قال لازم اتكلم مع ده لعيب وليد. كبير، ده مكسر الدنيا في الخماسي. يا سلام، كابتن مختار ده حاجة جميلة، يلا يا حاجة مخ. جميلة. يعني وليد كلاعب كورة وفنياته أكيد أنا مش هضيف ليه حاجة عند الناس، لأن الناس كانت شايفة وليد وعارفة وليد، لكن لازم الواحد برضه يقول نبذة كده إن وليد يعني مش هقول من أفضل اللعيبة اللي جت في النادي الأهلي، من أمتع اللعيبة اللي لعبت كورة، لأن الكورة في الأول وفي الأخير هي متعة، وأقصى حد يأثر فيها اللي كان ممتع فيها. فأنا شايف إن وليد من أفضل اللعيبة اللي جت في النادي الأهلي إمتاعا في الكورة، وده أمر يعني إيه واضح بالنسبة للناس. لكن أنا هتكلم على شخصية وليد، شخص يمكن اللي هي الناس يمكن مش عارفاها وما عاشتش مع وليد باللي أنا عشته معاه. صراحة وليد شخصية هايلة جدا، شخصية يعني زي ما أنا بقول هو كان ممتع في الكورة، هو ممتع كمان في شخصيته، وده يمكن أنا يعني عشت مع وليد في الحتة ديت، لما بالذات لما اشتغل معاي. يعني هو طبعا اشتغل في نادي اشتغل وأكيد إن يعني ناس كتير عاشت معاه، لكن أنا الفطلة اللي أنا عشتها معاه كانت فطلة هايلة جدا لما اشتغل معايا خصوصا في الاتحاد. صراحة حسيت بشخصية وليد، وحسيت إن هو إنسان هايل جدا جدا جدا، وإنسان يعني مريح لأبعد الحدود في التعامل معاه. فوق كده بقى انك انت يعني الشخصية دي لما تتعامل معاها مع قرب فعلا يعني لازم تحبه يعني. واكيد انا بتكلم الكلام دوت فعلا يعني من قلبي، يعني انا عشت معاه فترة يمكن سنة وشوية في الاتحاد الاسكندري، كانت فترة ممتعة جدا جدا، قربت من وليد بشكل كبير جدا، حسيت بيه وحسيت بشخصيته وحسيت بجدعنته وحسيت بحاجات كتيره جدا 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 في شخصيه وليد اللي هي يمكن الناس ما تعرفهاش. وده امر طبعا اكيد انا بقوله وانا فعلا يعني بقوله بجد وباللي انا عشت معاه فيه، وان انا بقوله فعلا من قلبي يعني. وده امر يعني بالنسبه لي ان شاء الله يكون بكون فيه الحق وبكون فيه اقل كمان من اللي هو فيه من اللي انا شفته فيه. يمكن وليد دلوقتي في الحته اللي هو فيها دي وفي حته التحليل اللي هو اللي عايش فيه دلوقتي، انا طبعا عشت في الكلام دوت وبعيش فيه، لان انا زي في دلوقتي بتفرج وبقعد اسمع وبسمع الناس اللي بتحلل. وليد سبحان الله ربنا حبيب برؤية وبحاجة ظاهرة كده بالنسبة له أقصر بكثير جدا جدا من اللي حواليه كلهم. دايما توقعاته في حاجات كتيرة جدا إذا ما كانش في كل حاجة قريبة من الصح، وده أمر هائل جدا. أنا بتفرج على المحللين إخواننا كلهم طبعا كويسين، لكن أنا شايف إن وليد في الحتة دي كمان متميز لأبعد الحدود. يعني انا بتفرج وبطلع من الكلام ده اكيد ان انا بسمع، لكن فعلا انا ساعات بتأصل بوليد وساعات ان هو بيضيف لي ساعات حاجات في كلامه، وده امر طبعا يعني انا حاسه وشايفه. والكلام اللي انا بقوله فعلا على وليد ما بقولهوش عشان انا يعني ايه يعني اقول في وليد يعني شيء هو مش فيه او انا اصيطه وخلاص، لكن انا فعلا الكلام اللي انا بقوله ده بقوله من رؤيتي لوليد في اللي انا بشوفه فيه، من معيشتي مع وليد لما عاش معايا. فعلا شخصيه هايله جدا جدا، راجل محترم لابعد الحدود، فعلا لما تشتغل معاه تحبه، لما تقرب منه تحبه، ودوت اللي انا حاسس بيه، ودوت اللي ربنا اللي انا بدين بيه لربنا في كلامي فيه باذن الله رب العالمين. شهاده للتاريخ المختار مختار. عاوز تقول له انت ايه بقى؟ اولا انا بشكره جدا، يعني كلام واضح انه من القلب. الكابتن مركز جدا انه لازم يقول كلمة. انت سايب بصمة مع الناس. الحمد لله الحمد لله الف حمد والف لو انت بتسايب بصمة الحمد لله. يعني الحمد لله. عشان كده احنا استضفناك معانا الحمد لله، وعشان انت لعبت للنادي الاهلي، ومالي جابة انت رحت لعبت فين ولا ايه، انما انت بصمتك في النادي الاهلي موجودة. بدي واحد زي الكابتن مختار راجل بيتكلم بكل اريحية بكل صدق. والله واحد من اعظم الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، حد يعني مريح جدا وصادق جدا وحاجه جميله. اولا اتعلمت منه في الشغل حاجات كتير جدا. نعم. فنيه
يعني انا مدير كوره طبعا، لكن انا دايما بحب اثقف نفسي واهل نفسي، يعني دايما ما بقعدش على حته الناحيه الاداريه بس، وحتى في الناحيه الاداريه بحاول اتعلم، بس في الناحيه الفنيه كمان بحاول. بس تاريخك يجبرك انك لازم تتكلم في الجانب الفني. الحمد لله. لا مش هتكلم كمان يا كابتن، اتعلم يعني. انا الفرق، سيبك من قصه الرؤيه، كل الناس عندها رؤيه وانت عارف لعيبه الكوره، لكن انا بحاول اتعلم من كل مدرب اشتغل معاه. اشتغلت مع كابتن مختار، اشتغلت مع كابتن محمد عمر، اشتغلت مع كابتن حلمي طولان، اشتغلت مع مدربين كبار. كابتن مختار اتعلمت منه حاجات كتير في الكوره. يعني كابتن مختار يعشق ان هو يبتدي هجمه من تحت. نعم. مثلا بناء الهجمه، انا كنت لسه يعني مدير كوره لسه ببتدي، فكنت ببقى قلقان جدا. يعني عندنا مثلا ممكن الكوره ما تبقاش عاليه قوي، ففي سردباكين مثلا بيباصوا حتى لدرجه ان هو عايزين اتنين مجبرين جنبه. اوكي. طبعا انا قاعد جنبه فبقوله بيباصوا هتتقطع جون، اضرع جون. فبقول يا خبر اب، يا خبر يا ايه، يا خراب ياما. راح بص قال يا خراب ياما صحيح. ايه ده ايه ده. بيقعد يعلم ويعلم ويعلم، عنده صبر وعنده صبر. واتعلمت الحته دي، مهما كان عندك امكانيات لازم تلاعب الناس كوره، ولازم تتعلم، ولازم الناس تتعلم طبعا. يعني طبعا. صراحه ده غير بقى انه كمان شخص نقي بشكل غير عادي، يعني كمان غير كمان قضينا سنه كاحلى ما يكون في اسكندريه في الاتحاد. اولا الاتحاد السكندري طبعا. تشرفت ان انا لعبت في نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير، وتشرفت ان انا كنت مدير كوره مرتين في نادي الاتحاد السكندري، من امتع المرات اللي كانت مع الكابتن مختار. يعني اولا كمان نخلص تمرين يقول لي بص بقى يا ابني، انا نصلي العشاء ونتمشى بقى على البحر.